فما تمش واحد صالح لكل زمان أو مكان ولا حكومة زادة صالحة لكل زمان أو مكان. حصر الجدل السياسي في أن الحكومة ورئيسها يقعد ولا يتنحاو ماهوش قضية جوهرية. الوضع الآن ما ينجمش يستمر كما هو عليه اليوم. لأن مانيش متشبث بالمنصب، مانيش شادد في الكرسي، وما عنديش مشروع شخصي وذاتي. من هنا لآخر 2019 ونلقاو يعني بدون مشاغب يعني اللي يمنعنا من العمل. حزب نداء تونس، الناس اللي سيروا فيه اليوم وعلى رأسهم حافظ قايد السبسي والمحيطين به دمروا الحزب. الواش يقعد يستنى في 2019 باش يجي الحكم وما يجيش الحكم 2019؟ يعني يقول لك من توا خذوا عليه إذا كان ما نجحش في 2017 2018 ولا 2019. خلافا للبعض اللي ما عندهم كان أجندة 2019، وكما قلت في العديد من المرات أنا ما عنديش مشروع شخصي. الأخ رئيس الحكومة اللي كنوا له كل الاحترام عليها أن يطمئن بقية الأطراف ويطمئن المجتمع من خلال إعلانه وعدم نيته في الترشح لانتخابات 2019.